مسرحية طار بالعجة، كوميديا لا تنتهي في بوليفارد رياض سيتي. يوسف الجراح، الصورة من موقع جريدة الرياضي. تقام حاليا على مسرح محمد العلي في منطقة الاستديو في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياضي، عروض المسرحية الكوميدية الاجتماعية طار بالعجة، التي تحكي عن قصة مشاهير صعدوا صدفة للأضواء. وتستمر المسرحية لمدة 3 أيام من 19 إلى 21 من يناير الجاري، وهي من تأليف مشعل الرشيدي وإخراج عامر الحمود، وبطولة الدكتور راشد الشمراني، يوسف الجراح، عبدالله عسيري وعزيز بحيصن. وتنقسم تذاكر طار بالعجة إلى 5 فئات، وهي الفئة سي باء 110 ريالة، والفئة بي باء 150 ريالا، والفئة ايه باء 200 ريال، والفئة الفيب باء 300 ريال، والفئة الأعلى باء 450 ريالا. ويبدأ عرضها في الساعة 8:30 ساء، وتستمر إلى 11:30. تطبق في المسرحية الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، بمنع دخول من هم أقل من 7 أعوام، وقياس درجة الحرارة عند الأبواب، وفرض ارتداء الكمامة، ودخول المحصنين بحسب الحالة في تطبيق توكلنا.